انا اسمي ديما واختي ولغاب. احنا بابا حكينا وعدنا بدنا نفتح الصلاحات حصلات. اليوم بابا عزم وعدنا نصرف كل ما نص مصروفنا ونصرف نص مصروفنا نحوش في الحصالة هذه عشان بابا وعدنا ان نفتحهم وعدنا لما كنا في المدرسة ولما نأجز نفتحهم. يلا يلا نبدأ التحدي. بابا بطل بعرف يعمل. نفسي اشوف اصحى تعبر جوا يا بابا. شو اللي تبعت الحصالة؟ واو مطفى على كفوش لعبة. اختي حوشت مطفى. مصرت كتير بس متعرفش تكون مليانة. متعرفش هتعمل الصوت. هاي ثلاثة هاي تسعة شكل 30 عنهم 30 هاي تسعة شكل بس معايا والباقي كله رصاص. طب ايش بكف الالعاب وكمان هاي اكم 1 2 3 4 5 شكل و5 10 شكل. يا الله قولوا 10 شكل والباقي كله رصاص. هاي شكل هاي اثنين. يا الله قديش بالله. هاي اثنين هاي اربعة شكل اثنين. شوفوا اكم يا ناس شوفوا هدول بكفوا ايد بابا حتى. ها كتير. يلا اشوف اكم انت. هاي اربعة. وين رايحين نشرب؟ رغد بدون مثل بابا. ايوه بابا.
أنا سرت تينا وأختي عرايس عروسة. يلا نبدأ إحنا من عائلة السعيد، وأنا اسمي دينا وأختي راغب وهذا أخويا مصعب. إحنا بس يلا نفتحها ونشوف. عندي دي وحيد هادي بادي عشان نشوفهم. هادي بادي صلى النبي عليه. كيف شريت الألعاب هذول؟ من وين كل مصاري؟ حوشناهم. كيف حوشتوهم؟ طلعنا مثلا نشتري في مصروفنا، نص مصروفنا ونحوشهم. صلى النبي عليكم وعلى آل دي بنت النبي. صعب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هلا اكثر شيء برضه عجيب. ياي ما حلا ما حلاها. ياي افتح لي واحدة. لا لا ما تفتحيش يا رب. بعدين عندنا بنفتحه بعدين يا رغد. طب خلص. لا ما نفتحها. الحس بنفعش نفتحهم كلهم. بدا سكروا تاني. والله لا مثلا لما احنا ناخذ لعبه ونخلص منها او بنحطها بنرجعها تاني. عرفتوا؟ يا رغد يا ماما فتحتين كل يوم عليك. عند اخوك شويه يلعب فيها. صعب. خذ كل شيء بتاخديه مني. عند اخوك. هات السوق داني بابا على محلين. يا أي محلا نون.
انا عملت نقين هيك 99. شوف كم سهلة، شوفوا كم سهلة. مع السلامة، تصبح على خير. مع السلامة، صابعوني باي. صعب؟ يلا اعملي لهم باي.